السلام عليكم، انا محمد نبيل كوفاوندر اند سي او في وايت بوت. وايت بوت هي كانت شركه محتضنه في تيك في سنه 2016، في اخر اواخر 2016. احنا الحقيقه استفدنا من تيك في الدعم في كذا مجال، فانا يعني دي كود للشركات اللي هتقدم في تيك الفتره الجايه. فتيك تطور من احسن الاماكن في مصر اللي بتقدم دعم للشركات، بالذات في مرحله الايرلي ستيج والايديا ستيج. بتاخدوا الدعم في كذا طريقة، منهم دعم مادي عن طريق الفند، منهم دعم لوجستي، بيدوك الأوفيس لمدة سنة، بيبقى فيه منتورشيب في كذا مجال، من أول البيزنس، تكنيكال، ماركتينج، ليجل، فاينانشال. فالشركات هتلاقي كل السبورت اللي هي محتاجاه في المكان ده عشان يركزوا اكتر في البرودكت، يركزوا اكتر ان هم يجروا، يركزوا اكتر ان هم يبيعوا، يركزوا اكتر ان هم يحسنوا البرودكت بتاعهم. فبيخفف الضغط جامد جدا جدا عن الشركات، بلس ان هم فيري فيري سبورتيف في كل اللي محتاجه الشركه في الحاجات التانية، سواء بقى ايفنتات، سواء اكسبوجر، سواء بي ار. فهو اتس فول باكج، التيك بيقدم تقريبا كل الباكج اللي الستارت اب محتاجها في المرحله الاولانيه في مكان واحد بس. كل السبورت اللي انت محتاجه هتلاقيه في مكان واحد بس، وده ساعدنا جدا جدا في وايت بوت ان احنا نكبر اسرع ونركز اكتر على الشغل ونشيل يعني ونشيل الضغط اللي علينا في حاجات تانية. ده قابلناه بعد ما خرجنا من تيك. فتيك والسبورت بتاع تيك كمان بيستمر بعد ما تخرج من تيك، وبتفضل على كونكشنز معاهم، وبقى في سبورت ميتينجز مع انفستورز وايفنتات ممكن نحضرها. فالسبورت مع تيك بقى جوه فتره الانكيبيشن وبعد فتره الانكيبيشن كمان.